احنا في شهر شعبان، شهر غالي على الله سبحانه وتعالى، بس شهر شعبان ده حصل فيه حاجة عجيبة قوي قوي قوي. حصل فيه تغيير القبلة، تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنيته تغيير القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه وحيائه من الله ما كانش بيدعي يا رب غير القبلة، لأنه راضي بما يرضاه الله. لكن جه في يوم النبي عمل حاجة واحدة بس، نظر إلى السماء كأنه بيقول نفسي، ما قالهاش بلسانه، قالها بعينيه، نفس القبلة ترجع للمسجد الحرام. تخيلوا يا جماعة، نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أنت بتحكي لنا الحكاية دي ليه؟ الحكاية دي حصلت في نص شعبان، النظرة اللي في السماء دي، نظرة واحدة في السماء من غير كلام استجاب له الله فتغيرت القبلة. يعني إيه؟ الله يغير الحياة ليك في يوم، حياتك تتغير في يوم، أحيانا من غير ما تتكلم، بنظرة وقلبك ربنا سمعه، بنظرة بتقول له فيها يا رب نفسي كذا. يا جماعة اوعوا تستهونوا بالدعاء، ده النبي بس بص للسماء، لا حتى ما اتكلمش. شفت الدعاء خطير قد ايه؟ ربنا غير قبلة المسلمين. انت عارف القبلة اتغيرت ازاي يا جماعة؟ وهم جوه صلاة العصر، يعني نزل تغيير القبلة، الصحابة بيصلوا العصر وتغير الاتجاه وهم بيصلوا، عشان كده في مسجد اسمه ذو القبلتين، لأنه كانوا بيبصوا للناحيتين. ربنا بيستجيب بسرعة كده، ربنا يحقق الإجابة بسرعة كده، لحظة تتغير حياتك، بس لحظة صدق، اصدق مع ربنا دقيقة من كل قلبك وشوف هيغير لك حياتك ازاي.